إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا هو القب ديالي. إذن هنا فين غادي تلصق القفا العنق، هنا فين غادي تلصق العنق، وهنا تحنيكة، هنايا فين غادي يكون عندي الوجه ديالي. إذن هاد الكتابة هادي كندير ليها الجورنال وكندوزها، ولا شيفون عادي ديال الحديدة وكتندير هكدا وكتهز وكتبعني دو فوا تخوا فوا، والحديدة تكون فيها الماء ولا تمبيراتيغ ديك لافابور وغادي تهزها. إذن عندي هادي هي التحنيكة، هذا هو وجهو هنايا فين غادي ندير الكالون ديالي. إذن قبل ما ندير الكالون هذا الوجه ديالي، إذن الوجه ديالي شنو غادي نعمل؟ غادي نخيط الوجه ديالي من هنا من القفا ديالو، هذا القفا ديالو غادي ناخد سنتيم ديالي للخياطة. إذن توب على وجهو، شوفو معايا مزيان، إلا كنتي مبتدئة كبري الغرزة ديريها في ربعة، حتى إلا كنتي غالطة لا غلطي تعاودي. فوالا مكانش غلطة عندي صفر اثنين، غادي نخلي واحد المسافة ديال 6 سنتيم حتى 8 سنتيم، جو بخيفير 8 سنتيم. نعمل واحد الكرونت هاكدا باش تقلب ليا الكل، باش تقلب ليا القبض ديالي هاكدا مباشرة. غادي نهزو ونعملو هاكدا ونعمل هاكدا باش يكون عندي من الداخل. غادي نجي ونخيط هذا هنا هاد الشكل. إذا بغيتي نواشة ولا شي حاجة ديريها. إذا ساليت من هنايا، إذا هذا هو وجهو. إذا ملي غادي نقلب الكابيش ديالي على هاد الشكل، هاي الخياطة هنا تدركات على هاد الشكل هذا، شوفوا مبقات لياش الخياطة هنايا مكتبانش، بحيث إلا قلبتها هكدا هانتوما غادي تشوفو هذا وجهو. إذا أش ما عملت نعاود معاكم، خيطت من هنا في وجهو وقلبت كرانيت هنا وعملت هكدا وخيطت هاد شوية هنايا، ويمكن ليك ديري النواشة هنايا وتخيطيها وملي تقلبي تجيك النواشة غزالة. إذا مبقى ليا إلا ندير الكالون، لكني نبدلها بليبرا راه أبيمي مردومة. إذا عندنا الكابيش ديالنا هو هذا كما كتشوفوا على هذا الشكل. إذا هذا وجهو، هذا قفاه. إذا غادي نخيط أنا الكالون ديالي على وجهو هني. إذا أشنا غادي نعمل؟ غادي نهز الكالون ديالي على هذا الشكل، نخلي سنتيم هنايا ونحطو على هذا الشكل. فهمت؟ إذا غادي نخيطو على وجهو، إذا هذا وجهو. إذا غادي نشد ونخيط الكالون على وجهو. سيبوزون ما عندكش السفيفة، عملي الكالون باش نديرو جلابة مغربية. إذا خصك تخلي 2 سنتيمتر خارجة ليه. إذا شيطت 2 سنتيمتر في الكالون ديالي على هذا الشكل ونخيط. إذا غادي نخيط بطريقة احترافية ديال سيدنا المعلمين، أنا كنخيط سيغ لوبو ومن هنا من تحت سنتيم. هاد الكتابة هادي كنعمل جورنال وكندوز عليها بالحديدة بلافابيغ ولا شرويط ديال الحديدة، وكتهز ماشي شي حاجة ما تخلعكم، يعني كاين بزاف الطرق باش تهزوها. إذا مبركة وشكم أخوتي. إذا حتى هنا نشيط فيه 2 سنتيمتر، الطريقة باش خيطتو يعني ملي غادي نقلبو يعطيني هكدا، شوفوا هذا جاني بحال الدرس، شتو خرج ليا. إذا باش يكون عندي خدمة نقية. إذا حذاري بالنسبة لكم كمبتدئات ولا حاجة، حذاري من توب، عندي توب ميلانو يعني ما يتجبد. غادي نشوف على هاد الطريقة هادي وكنعمل بصبيعاتي هكدا،
ياك ما تقول ليش كارثه هنايا. انا بغيت يكون بومبي، اذا كنراقب وكنشوف وكنعمل هكذا، يعني بغيت يكون شويه من فوق. انت تعرفوا المنطقه الامازيغيه كنحبوا هاد الموزون هذا بزاف، الاطلس المتوسط كيسكن السن دي مازان. جو سوي اون مازان. بالنسبه لي انا دوله خليجيه او اوروبيه ما عنديش الكالون، ما عنديش السفيفه نعمل هذا. اذا الطريقه الثانيه هي اللي مهمه اللي غادي نوريكم دابا. يلا السلام عليكم. اذا غادي ندير ديكرونت هنايا صغار هكذا على هذا الشكل في الكابيش ديالي، باش يجيني سوبل عادي يكون يساعدني في الخدمه. كرانات صغار غنبالغ فيهم. اذا وغادي نشد كابيش ديالي ونعمل له هايدا. اذا فين ما عندي شي وسخ نخبيه ونشد ونخيطه بهذه الطريقه هذه. مجموعة ديال الاخوات كتقول لك ما عندناش سفيفة استاذ انا في الامارات يعني. اذا غادي نفيني الوسخ اللي عندي غادي نفيني. اذا ندوز للمرحلة الثانية. اذا انا غادي نزيد نفتح شوية. اذا هذا عندي الامام هذه الرقبه ديالي على اثنان على هذا الشكل. مازال غادي نحل من هنا لهنا 4 سنتيمتر ونحط بالعدد اللي بغيت هنايا. اذا العدد عندنا هنا اختياري ماشي اجباري، يعني كيبقى انت والذوق ديالك والاختيار ديالك اللي بغيتي. اذا مثلا انا بغيت هنايا، اذا راه طويت هذا على جوج باش يجيوني مقادين قادي تحت الابيض وقادي هذه المسائل باش يجيني هذا الخط مستقيم. الا كنتي مبتدئه خصك ديري التمرين ديالك. اذا نتوكلوا على الله. اذا هنا فين غادي نكون، هذه النقطه استراتيجيه. هنا كنت درت واحد القليب صغير غادي نزيد نحلو شويه، وداك الحله اللي غادي نحلو شويه واللي غادي نعس ليها هذه باش الدور باش تجي متيوله. اذا ما بقى لنا الا نخدمو. غادي نحلو بهذا الشكل ونخدمو بهذه الطريقه. عفوا غادي نبدا من هنايا، لان كانت عندي فكره ان شاء الله غادي نديرها لكم في البرنامج القادم ان شاء الله. اذا وغادي نخيط بهكذا بهذه الطريقه حتى كنرسي هادو باش نتنى عليهم ونقلب للجهه الثانيه بهذه الطريقه هذه. اذا خصني نكون مرتاح مزيان نشوف التوب ديالي. اذا دابا ما بقى ليا الا نلصق البالون ديالي. اذا البالون ديالي هذا الطوق ديالي هذا يعني العنق ديالي فين تراست النقطه. انا بغيت نبقى شويه تال التحت. اذا غادي نشد البالون ديالي بعد ما خيطت هاد الجهات هادو وعملت هاد الكرانه هنايا ودرت بانسا. هاهي شوفوا. اذا عملت بانس لداخل خيطت ديك الخياطه. اذا شيط 2 سنتيمتر حتى 3 سنتيمتر على الفوق نخدم.
هنا لابد تكون عندي هذه مقادة مزيان باش نخرج بالنتيجة يعني في المستوى. كما تشوف انا كنصح ديما المبتدئات بالتمرين التمرين التمرين التمرين. اذا بديت نعدل السهم نسميه لا ديريت. اذا كنشوف السهم ديالي كما هو هكذا لا هكذا. نعمل لوبيراسيون الثانيه على هذا الشكل، يعني شحال من خياط وخياطه كيستعملوه بطريقه اخرى، يعني الطرق كتختلف ولكن كلها جميلة يعني ماشي. اذا غادي نخرج هاد الراس من هنا حتى نساويهم مزيان نقدهم مزيان، لان هنايا كتعطي العين البلاصة كتعطي العين، يعني العين كتشوفها مزيان مباشرة. اذا ما خصنيش نتجاوزها، خصهم يجوني مقادين يعني نفس الشيء نفس الحجم هنايا، ما كانش نشدها بفوفيلاج. الغرزة كبيرة، إذا بويسك أنا مدايرش الطرسان هنا ولا الكابلي ولا الكوربو، غادي ندير واحد فوق واحد على هاد الشكل هذا باش يجوني هكدا، باش ما يبقى ليش تفرنيسة، يعني باش ما يبقى ليش هنا كيضحك. إذا البنس اللي عملنا ساعدتنا مزيان، نجي خياط على هاد الشكل هذا. إذا غادي نعمل غير تركيب هاد القب، أما اليدين والجناب وداكشي ما غاديش نجمعهم قدامكم، أما مسائل عادية ما كتحتاجش يعني نعاودها باش ما نطولش عليكم في الفيديو. إذا غادي نلصق الكتاف باش نلصق القب ديالي. إذا هذا هو القب ديالي هنايا اللي غادي نلاصق هاد الجهة هادي، إذا كنقادها مع الأمام على هاد الشكل، وكنشوف الجهة يعني هي هادي. إذا مقادين غادي نبدا الخدمة ديالي، غادي نشد هذا على هاد الشكل باش كنعرفهم أنا مقادين هادو، وملي كنشدو هكدا باش غادي نخيط من هنا كنقلب على هاد الشكل وكيبان ليا الكالون ديالي هنا والكالون الثاني هنايا. إذا غادي نتوكلو على الله، أول حاجة غادي ندير هو المينيو، زدت حفرت العنق شوية ديالي، وغادي ندير علامة هنايا بهاد الشكل. إذا انتهيت غادي نشد هادو نعملو هكدا، وكاين طريقة أخرى مختلفة من بعد غادي نوريها لكم. إذا حنا درنا غير هاد الطريقة هادي، يعني طريقة عادية، يعني كاين طرق بزاف، ولا قلبت الخياطة مني راه حسن. علاش؟ لأسباب أن ملي غادي نقلب الخياطة غتبان لي جوج الخياطات في القرف هذا، هي ماشي في الصالح ديالي.
اذا مباشره كنشد هذاك الخيطه بحال هكذا، تتكون عندنا خياطه عاديه يعني فيها الفينيسيون شويه. اذا انا اللي قلت لكم غادي يبانوا لي هنا ثلاثه الخياطات، واحد جوج ثلاثه، حنا طلعنا عنهم. اذا نكون قلبنا للجهه الاخرى الثانيه ما غاديش يخرجوا لنا هاد الخياطات هادو. عندي وعندي الطرق بزاف باش غادي نخفي هاد الخياطه. اذا شنو كنحكي على هاد الخياطات اللي خرجوا لنا؟ واحد جوج ثلاثه، يعني ثلاثه الخياطات. اذا الطريقه باش كنخيطوا حنايا طريقه المبتدئات باش يفهموا من بعد غادي نقلبوا لهم الموالدين، يعني نعرفوا شنو غادي نديروا. إذا شنو قلنا؟ كتبان لكم ثلاثة خياطات غير اللون، حيت الكولور مع الكولور بريسيز، يعني هو هذاك ما كتبانش. ها خياطة، ها خياطة، وها خياطة، وغادي يبقى يبان لي ثلاثة خياطات. هي كاينة في لالوا في القانون ديالها يبان لي غير خيط واحد، ولكن من بعد درجة بدرجة إن شاء الله نوصلوا لذاك الشيء اللي بغيتو. اذا كما قلت لكم راه غادي نخيط الكمام ديالي، غادي نخيط الكمام ديالي ونجمع الجلابه ونحطها في المونكر. اذا هذا هو الدرس ديالنا تاع اليوم. اذا هذا هو الدرس، اليدين كيفاش غادي نركبهم هنايا، راه ديما درناهم وعاودناهم وعاودناهم. اذا هذا هو القب ديالي على هاد الشكل، غادي نلصق اليدين ونجمعها ونكفها ونوريها لكم. إذا كان عندنا الدرس اليوم مهم هو هذا، نسطو قباد الكالون. يلا نتوكلو على الله. إذا النتيجة كتضح أمامكم الآن. إذا هادي هي جلابة تاعنا. إذا نتمنى نكون توفقنا فيها، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله.